والله أنا ملتزمة بالرياضة وأعتبر الرياضة مساعد أساسي في الحياة، فأمشي كثيرا وأمارس رياضة اليوغا والرياضة الروحية أيضا. هذا مهم جدا بسبب المشاغل وبسبب الظروف الصعبة التي مرت علينا، لابد للإنسان أن يجترح لنفسه استراتيجية الحياة والتفاؤل. والرياضة أيضا ليست صحة فقط وإنما تنفيس. لا، هي ليست صحة، هي صحة نفسية وقبل أن تكون صحة جسدية. وهي يعني الرئيس حافظ الأسد رحمه الله قال إني أرى في الرياضة حياة. ما شاء الله. بالفعل. نعم. أنا أرى في الرياضة حياة.